والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشير، طبعا هذه قناتي قناة بشير متنوعة، وجبت لي صورة إن هذه الصورة بس مو قناتي. طبعا يا أصدقائي، أنا اليوم بثمانية ثلاثة 2023 مارس، وسويت طبعا ختمت اللعبة مرتين اليوم في 8/3/2023 مارس. وده يا أصدقائي الفيديو هذا تنزل في وقت حالي، فدروا ان الفيديو سويته مثلا اذا نزلته بكره في 9/3، فدروا ان ختمت اللعبه. بس اوكي، طبعا هذه صورتي في ماينكرافت، واليوم بعلمكم كيف تختمون اللعبه. سهله جدا، بس والله في اشياء صعبه شوي، يعني انك لما تقتل التنين الاسود لازم تظل كثير، يعني بس بتسوي كذي، لازم نضغط على اليمين ونسوي هذه، نضغط اللي على اليسار الخضر، شوفوا لما يفتح لعبة ماينكرافت في بهابي مود التطبيقات وانواع من ماينكرافت. واحد اثنين، انا نزلت يمكن ثلاثة اول واحد او واحد. هذا ماينكرافت الاصلي، لما تشوفوه ادري انه حتى لو عنده اشياء غير، اضغطوا اللي فوق. بعلمكم كيف تختموا السهل، بس لازم اول شيء دروع، في دروع تم تحميلها جديد، براويكم اياها. مو الدروع القديمه من الكتاب ذاك، لا، دروع جديده نزلت في ماينكرافت، انكم تسووا دروع وتدخل بوابه التنين الاسود. طبعا الحين وش الحين براويكم كيف تختمون لعبه ماينكرافت. انا ختمت اليوم مرتين الحمد لله، وهذه بتعتبر المرة الثالثة ترى. تخيلوا لما تفتح اللعبة هي تطول شوي. لعبة ماينكرافت لما تدخل بوابة التنين ما تستر تخرج الا لما تقتل التنين، ولا بتضل للابد. ينفتح اول الحين بينفتح، لازم تجيبوا ترى اسمعوني، بلاحظكم شيء اذا مثلا دخلتم اقول لكم وين. مثلا الحين دخلتم اي عالم، اي عالم اوكي، مثلا دخلتم هذا العالم وختمت اللعبة بهذا العالم، اذا دخلت هذا العالم مرة ثانية ودخلت البوابة مرة ثانية بتلقى ان التنين مو موجود، لازم تروح عالم ثاني. اول شيء احنا بنكون غنيين، بس لازم ان احنا نسوي شيء، نروح على هني. اول شيء لازم نجيب ذا، ونجيب بعد عند نروح عند السيوف ونجيب ذا، نجيب بالقاقز هذا ونجيب سيف ايضا. وين السيوف؟ لازم كله اسود، غلط. والآن بيكون باللون الأسود والرأس بلون. وطبعا الحين بعلمكم بس عليكم انكم تروحوا هني وتجيبوا بعض الكتب. اول شي خلينا انتظروا، خلينا نحط هذا هني، الحين نروح لعنده وبعدين بشيل هذا. الحين نروح عشان ناخذ الكتاب الملون هذا، ما اعرف شو اسمه، خلينا نجرب. احنا اخذنا هذا ايش؟ اي، وهذا ايش؟ هذا اي، وهذا اي، بناخذ مثل هذه اي جي، هذه اي اي، وهذه اي، وربي اي اي اي، ابو ثلاثة، هذه اي في، بناخذها، بندخل، اول شي تسوي بناخذ السؤال ماله، ونحط في الكاكس، لا هذا. ايوه شو ده الدفعة الجديدة. ارجوكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك وشيك وكومنت وجهة تلسلكم كل جديد. اوكي ويسوي جديد، خلاص شوية
ايوه اذا دخلت لي وادي لا السيف لا دي لا لا لازم اجيب بعد يعني كيف لازم اجيب كتب كثير والله صعب صعب جدا يا اخي كنت اتوقع انها سهل نسيت اول شيء ادور مره ثانيه نفس الشيء على الكتب ما اعرف وين الكتب انا نسيت لازم ادور بنحط بدل هذه اي واي اي لا بنبدل بدل هذه لا 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 تعال اي وهذه هذه اي وهذه اي هذه اي 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 لا اوكي طبعا العيب بنركب تمام ايوه كفو ايوه بس بكوان لازم دروع اقرب شي خلينا اول شي نلبس جنن ولا دروع خلينا ناخذ الباقي بياخذ كثير الحين كبية يعني كده عندكم صح هذه وش اي اي صح لا 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 ابي اعرف هذه ايش هذه اي 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 ابي اي في وين اي فيري وتجيب بعد اي 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 بس خلي نجرب يا رب انه يزبط يضبط طيب هذا ولا ايش لا لا اوه لا 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 كانت تجي كذا كانت تجي صح ايوه واحد ان شاء الله يزبط ان شاء الله يزبط ان شاء الله لا هذا مش دخله ما في بس لازم لا بس يعني بس لازم لازم خلينا نجرب نشوف ايش هذا هذا اي 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 في اي 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 بنروح ناخذ الباقي علينا ابو اي 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 في الان لا بس باقي نجرب لا انا بيها يور بده يطلع عليه اتق الله ما بش اقول لك وش يخلي واللي ما منه خلينا ناخذ بدل الذي احتياط لازم تاخذي ذي احتياط اوكي ولا هي برامج كيف تكتبها للعبه هربوا هذول هذول ما عليهم ما منهم صندوق ادي لكم صندوق اعلى شوف قدودة وان شاء الله يزبط معانا خذ هذولا هذولا ما في حاجة اوكي بس علي هكا حط داخل هذولا اللي بيجي ياخذ ولا يمكن هذا بس خلاص خليها تكسر خليها تجيب مرة ثانية والله يضبط معي شو 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 نفس الشيء نفس الشيء اوكي يعني خلوه معانا والحين الحين بعلمكم كيف تكتبون اللعبة اول شيء
تروحون لوين؟ هنا وينه؟ هذه تاخذوها وبعدين تروحون. لازم تاخذوا كل، لازم تقولوا دول بكل شيء اللي يقول لك لا خطأ خطأ لا تصدقها. بعدين كيف تضبط عليه؟ مو يقول لك احفر تحت الأرض أي شيء لا تصدق. وتاخذ هذه مال البوابة وتجي بس وتسوي واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، بس تأكد واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، شوف لازم انك تسوي بالترتيب، تسوي كذي اكيد تسوي كذي قصدي تعكسها ما يصير. شوف كيف مثلا تعصرها. هل انتم مستعدين؟ شفتم؟ لازم هل انتم مستعدين؟ طبعا يا اصدقائي هكذا بس لازم تلبس بدون الدرع، اوكي؟ والعب الحين تنقل غرفة مثل هذه. خذوا اي جانب دراغون عندنا، شو عندنا دراغون؟ وين المكان اللي تروح فيه اللي روح تعمل ولا شو تتني؟ بس اول شي عندي لك فكرة احسن. تاخذ ده ويسوي لا 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 ويسوي وتطلق على ده عشان يصير عندك اسهل. والحين تروح ده وتسوي كذي. والحين تروح ده وتسوي كذي. لا نسيت نسيت لازم انك تسوي كذي. ما بكلم لك يعني فيني بس علمك كيف. خلاص ما بدك اني ما بدك. لا لا براويك الحين جرب تسوي شيء. لا مركز اوكي. والان ما رضيت يعني والله كذا تني خوف بس ما في خوف بس ممنوعنا اوكي. تني بيرجع لمكان طبعا براويكم المكان الاساسي. الحين نكتفي نطرح على داخل البوابة. الآن أول شي لازم إنكم تخطوا التبيب بسرعة ولا ولما يرجع ويحاول هذاك البنفسجي اللي فوق تنقله صح؟ إذا ظل كثير وما رجع بترجع على طبيعي هو يطير لما تضربه. وما تستطيع تخرج إلا لما تقتل. ولما تقتل التنين وش بيصير؟ أقول لكم وش بيصير. أول ما تقتلوا التنين أول ما تقتلوا التنين بيصير هذيك الحفرة اللي قاعد فيها التنين اللي قاعد فيها التنين تصير سوداء. معناها إنه كده دخلت وسطها هذاك اللي سوى